انا بلا شيء كل يوم بلاقي رصاص قدام بيتي، شو ذنبي انا؟ كيف يعني؟ طاير رصاص طايش قدام بيتي، بيتي عالي وبلاقي رصاص طايش، من وين جاي ما بعرف. ده ما في حدا ما معه سلاح، ولد صغير صار معه سلاح، اذا مش سلاح سلاح ابيض. بس تصير دولة مزبوطة مثل العالم على دار ايام زمان، ايه ما بيصير حدا، لازم لك حدا، لازم اللي بيقتل ينقتل فورا. يعني اذا كل واحد على مزاجه بده يقوص، وهذا بده يروح على مزاج جاره، بسموها كاوه، فوضى، فوضى عامة. شو الحل؟ انت بتلاقي في حل؟ حوادث يومية وأخبار متكررة عن إصابات بالجملة وإشكالات فردية بيقع ضحيتها المواطن اللبناني، رصاص طائش ابتهاجا بموقف ما أم مشكل فردي أم خلاف على موضوع معين كفيل أنه يودي لقتيل أو جريح أم مقعد طول الحياة، سلاح متفلت بين الأفراد والنتيجة المزيد من القلق والفوضى والتهديد لأرواح الناس. ديك نهار كرمال السيارة بدي يقطع، هو بدي يقطع هيئة نص الطريق، تخينه وطلعت الصرخة ورفع السلاح والبديكي. كان في ما بعرف بوقتها من بعد خطاب السيد حسن ما سمعنا إلا بر، يعني عم بيقوصوا رشقات رشقات، نزلت رصاصة اجت بعيدة عني شي 10 سنتي. الدولة سمحت لهم، ما بقى الضبة ما بقى فيها الضبة، كل واحد ما بتلاقي غير قام الفرد وبلش يقوص. نزلوا الساعة 4:30 من سيارة، كسروا الإزاز، طلعوا بجيب أخذوا راحهم. بخاف أمشي بالشارع. إيه أنا الساعة 7 ما بفوت بظهر. مجرد ما يحمل سلاح صار مصدر قوته سلاحه وبده يثبته. بفوت من الباب بيطلع من الشباك، ما في حدا عم بياخذ القصاص المضبوط لحتى لي يغيروا يربي يغيروا فيه. قال لك كلمة وديت الرصاص إذا ما انسحب السلاح من إيدين العالم. أصبح استعمال السلاح بلبنان ولأتفه الأسباب أمر عادي عم يتزايد ويتكرر بين منطقة ومنطقة، ولا يوجد إحصاءات متوافرة عن عدد ضحايا الرصاص الطائش أو عدد الموقوفين المتورطين بإطلاق الرصاص، ولكن الحوادث اللي منسمعها يوميا كفيلة بأنها تظهر خطورة استخدام السلاح بالشارع اللبناني لأي سبب من الأسباب. يعني الواحد إذا بدك تحكي معه كلمتين لازم يكون هو اللي عم تحكي معه يا مسلح يا بدك أنت تلبس درع، لأنك بدك تتوقع المصايب تبعيته. أقل شغلة يا بده يسبك يا بده يخانقك يا بده يسحب عليك فرد. نسيت العالم بالأرض، أقل شيء عم يصير في مشكل دغري على السريع، ما حدا أنا بتحمله أعصاب. عندي بنت أكيد إذا بدي أسمع شي صوت من حي الله شي منطقة مع خليها توقف برا أو شي، أبدا بسكر البواب وبدل ببيتي. أكيد كل واحد بيتمنى يكون مرتاح، يروح على شغله مرتاح ويرجع مرتاح، بس ما في منهم هولي بهالبلد، ما في منهم وبمئة سنة ما حيصير. أحزاب مسلحة، بعض الأفراد مسلحين، السلاح لازم يضل بإيد الدولة.